بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الأندلس، نتابع في درس الفقه أحكام الجهاد الحصة الثانية، طلاب الثاني عشر. كل طالب بإذن الله خلال الحصة أو نهايتها سيعدد أنواع الجهاد المذكورين في الكتاب عندكم، ثم يتعرف على أخلاقيات الجهاد، ثم يذكر فضل الشهادة في سبيل الله. نتذكر بعض مما مر معنا الحصة الأولى، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تدل الآية على حكم شرع الجهاد لأجلها، تماما، على حكم أو حكمة شرع الجهاد لأجلها، وهي إذا اعتدى العدو على بلد مسلم. من حكم وفوائد مشروعية الجهاد، هل هي توسعة رقعة الدولة، استيلاء على خيرات الآخرين، حماية ونصرة المستضعفين وردع الظالمين، نشر الإسلام بين الناس وإدخالهم في دين الله بالقوة؟ من حكم وفوائد مشروعية الجهاد، نقطة واحدة: حماية ونصرة المستضعفين وردع الظالمين. أنواع الجهاد: يقسم الجهاد من حيث الوسيلة إلى أنواع، عدد ثلاثة منها وفق ما في الكتاب عندكم الصفحة 75. الجهاد بالنفس، الجهاد بالرأي والكلمة، الجهاد بالمال. الجهاد بالنفس، ما المقصود بالجهاد بالنفس؟ ثم حدد مرتبته مع الدليل. عزيز طالب، تذكر، انظر إلى الكتاب، ما في مشكل، حاول أن تحفظ التعريف. المقصود بالجهاد بالنفس، بذل النفس بالمشاركة الفعلية بالقتال، يعني حمل السلاح والمقاتل والقتال، وهو أعلى أنواع الجهاد. إذا مرتبته أعلى أنواع الجهاد. ما الدليل؟ قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم لعل ذلكم خير لكم. إذن بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد بالرأي والكلمة، ما المقصود به؟ وضح ذلك مع الدليل. كيف يكون الجهاد بالرأي والكلمة؟ من خلال مشاركة بالكلمة والقلم. بالكلمة يتكلم، والقلم يكتب ويؤلف، والخطابة. لماذا؟ لتشجيع المقاتلين وتأييدهم حتى النصر، وإقامة الحق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم أن حاصر حصون قريظة، بني قريظة، للخيانة التي ارتكبوها بحق النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، قال لحسان بن ثابت: اهجوا المشركين فإن جبريل معك. تمام. الثالثة من أنواع الجهاد، النوع الثالث من أنواع الجهاد: الجهاد بالمال، وله شقين. يكون الجهاد على وجهين: أول شيء بذل المال فيما تقوم به الدولة من تجهيز للجيوش وإمدادها بالوسائل المختلفة والمعينة لها لهم على القتال، معينة للجيش، لأفراد الجيش، مثل كتأمين المصانع الحربية والمطارات والمستشفيات وإلى غير ذلك من الأشياء التي هم بحاجة إليها. طيب، النقطة الثانية أو الوجه الثاني: بذل مال للإنفاق على أسر الجنود وذويهم. لو أن الجندي استشهد، طيب عنده أسرة، الدولة تتكفل بذلك، تنفق له من هذا المال. تماما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا مقاتلا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، أي خلفه على أهله، يقضي لهم حوائجهم. تماما. في سبيل الله فقد غزا، يعني له أجر الذي يقاتل في سبيل الله. من يخدم أسر المجاهدين له أجر، من يجاهد في سبيل الله. طيب،
طبعا ويدخل في الجهاد تأمين ما يحتاجه الجيش من الطعام ومداواة الجرحى وحراسة المباني وغيرها. نشاط إثراء صفحة 75. كانت الصحابية رفيدة الأسلمية طبيبة متميزة، ولذلك اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتقوم بالعمل في خيمة متنقلة مستشفى الميداني، حيث روى مسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رفيدة أن تقيم خيمة في المسجد تداوي فيها الجرحى وتشرف بنفسها على خدمة الجرحى والمرضى من المسلمين. وهكذا كانت الصحابية رفيدة الأسلمية صاحبة أول مستشفى ميداني، وكانت معروفة بمهارتها في الطب والعقاقير والأدوية وتصنيع هذه الأدوية والجروح وتضميد الجروح وتجبير الكسور. أخلاقيات الجهاد، يلا افتح كتابك عزيز طالب صفحة 76 وتأمل أخلاقيات الجهاد. الجهاد مرتبط بطاعة الله، قائما على اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب، فجعل الإسلام الحروب منضبطة بالأخلاق الإسلامية. عدد اثنين من أبرز أخلاقيات الجهاد في الإسلام، يلا وفق ما ذكر في الكتاب عندكم: المحافظة على العهود والمواثيق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل العقود، ومنها لو أن الحاكم عمل عقد سلم مع الأعداء فلا بد أن يوفي بعهده تماما، محافظة على العهود. النقطة الثانية: صار عندنا أسرى، صار عندنا جرحى، صار إذن أسرى من العدو، كيف نعاملهم؟ حسن معاملة الأسرى، وذلك لضعفهم وانقطاعهم عن أهلهم، وقد قرن القرآن برهم ببر اليتامى والمساكين. ماذا قال تعالى؟ انظر الآية، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، تماما، وأسيرا، يطعمون الطعام، ما نتركه يموت من الجوع، لا أبدا، لأنه كم من أسير كان غير مسلم صار مسلما من زمن الصحابة وإلى هذا الزمن بالمعاملة الحسنة له. نشاط في إثراء، طبعا مطلوب منكم هذا الإثراء في الامتحان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه قائلا: أغزوا ولا تغلوا، لا تسرقوا من الغنائم، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. استنتج أخلاقيات الجهاد الواردة في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يلا عزيز طالب وقف الفيديو، حاول تكتب على كتابك، يلا. نعم، تحريم السرقة من الغنائم، تحريم الغدر، تحريم التمثيل بالقتلى، تحريم قتل أطفال دون سن التكليف، دون سن 15 سنة، هؤلاء أطفال لا يجوز قتلهم تماما. حتى غيرهم إذا لم يحمل السلاح علينا فلا يقتل. أما الطفل كان يقاتل، والآن للأسف في بعض العصابات وبعض الكذا وبعض الجيوش يكون معها أطفال صغار، فهذا ما نقتله لأنه طفل، وإنما لأنه مقاتل يحمل السلاح. طيب، نتذكر هذا الهدف اللي أخذناه: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. المشاركة الفعلية بالقتال يقصد بها الجهاد ب، يلا، المال، النفس، بالرأي، بالكلمة. نعم، بالرأي ولا بالنفس أو بالكلمة أو بالمال؟ لا، بالنفس طبعا، لأن هنا المشاركة الفعلية بجسده، المقاتل يشارك بجسده، فإذا النفس. طيب، تجهيز الدولة للجيوش وتأمين ما يحتاجه المقاتلون يعتبر جهادا ب، يلا، بالمال، لأن الدولة تنفق المال وتجهز ما يحتاجونه لقتالهم. الشهادة في سبيل الله،
طبعا الشهيد له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. وضح هذا الفضل، عد الله لمن يقدم روحه في سبيل الدفاع عن العباد والبلاد والدين فضلا كبيرا وأجرا عظيما. أيوة، أذكر فضلين من فضائل الشهادة مع الدليل. يلا فضلين. أول شيء الشهيد في أعلى درجات الجنة طبعا. نعم ورد عندنا، هو ما يأتي كل الفضائل، يأتي يعني فضلين وقل ما يأتي ثلاثة، فلا بد أن نحفظ أقل شيء اثنين من هذه الفضائل ونفهم البقية. إذن الشهيد في أعلى درجات الجنة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. إذن في أعلى درجات الجنة والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشهيد حي يرزق عند الله، تماما. ما الدليل؟ ولا قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إذن هو حي، كيف ما نعرف، بل أحياء عند ربهم يرزقون، تماما يا شباب. طيب ما الفضل الثالث؟ يلا انظر للصفحة، ما في مشكلة. نعم النصف الثاني من الصفحة الأولى، الصفحة 76. نعم الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وهذا نص الحديث. الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، يعني من أقربائه، 70 رجل 70 امرأة، يعني هذا الأمر، 70 رجلا وامرأة وولد. طيب يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الله يغفر له كل الذنوب إلا الدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب، يعني أذنبه، إلا الدين. الأحكام متعلقة بالشهيد. الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لماذا؟ علل ذلك. يلا يا شباب تذكر: لشرف شهادته في سبيل الله وتكريما له. ثم الدليل على هذا الكلام ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم، لو حفظ إلى هنا تمام، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وعندنا دليل ثاني، قال صلى الله عليه وسلم كذلك في حق شهداء أحد: زملوهم بدمائهم، يعني كفنوهم بالثياب نفس اللي هن لابسين عليها الدماء، فإنه ليس كلم جرح يكلم يجرح في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى، يسيل الدم من هذا الجرح، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. طيب حاول عزيزي الطالب أن توقف الفيديو وأن تلخص هذه النقاط في كتابك، فقرة أنظم تعلمي صفحة 78. يلا مفهوم جاد، بعد ما تكتب أنت في كتابك كمل الفيديو وشوف الإجابة، قارن بين إجابتك والإجابة الموجودة هنا. المعنى يلا العام للجهاد: بذل المسلم جهده والقيام مسؤولياته الشرعية والأخلاقية. المعنى الخاص: بذل الوسع والطاقة في حماية الأوطان والدفاع عن الدين والمستضعفين. طيب أحكام الجهاد التي مرت معنا ثلاث نقاط: إذا أعلن الحاكم النفير العام أصبح الجهاد واجب، إذا تقابل الزحفان فالجهاد فرض عين على من شهد هذه المعركة أو شهد هذا القتال، إذا اعتدى العدو على بلد أصبح الجهاد فرض عين على سكانه حتى يحرروا هذا البلد من هذا المحتل وهذا الذي أخذ البلاد وسرق خيراتها. طيب حكمة مشروعية الجهاد، ما الفائدة من الجهاد؟ لماذا شرع الله الجهاد؟ ما الحكمة من مشروعية الجهاد؟ نقطتين: حماية الدين والدولة، حماية ونصرة المستضعفين. أنواع الجهاد قلنا ثلاث أنواع، يلا يا شباب: الجهاد بالنفس، الجهاد بالرأي والكلمة،
الجهاد بالمال. ما هي أخلاقيات الجهاد؟ نقطتين: المحافظة على العهود والمواثيق، حسن معاملة الأسرى. اذكر فضل الشهيد، الشهيد في أعلى درجات الجنة، حي يرزق، يشفع لسبعين من أهل بيته. تماما. طيب، ناتيا إلى التقويم والتدريبات، صفحة 79. يلا يا شباب أوقف الفيديو وحاول تجيب على كتابك، صفحة 79، ثم قارن إجابتك بالمعروض أمامك من الفيديو. المعنى العام للجهاد منذ قليل تكلمنا عنه في نظم تعلمي. المعنى الخاص، نعم. طيب، السؤال الثاني: ما دلالة النصوص؟ واضح أمامك، لكن توقف الفيديو وحاول تستنبط ذلك. تماما يا شباب. طيب، السؤال الثالث: مشروعية الجهاد حكمة متعددة، اذكر اثنين من حكم مشروعية الجهاد. طبعا هو في الكتاب عندكم ذكروا اثنتين: حماية الدين والدولة وحماية مصر المستضعفين. أنواع الجهاد كما ذكرنا هم ثلاثة: محافظة على العهود والمواثيق. يلا دليل على ذلك، قالت عليها الذين أوفوا بالعقود. معاملة الأسرى معاملة حسنة. يلا الدليل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يتميز الجهاد في الإسلام بالرحمة، كيف تستدل على ذلك من خلال أخلاقيات الجهاد؟ يلا تأمل الغاية التي من أجلها شرع الجهاد، حاول تستنتجها. نعم، أمر بمحافظة على العهود والمواثيق، وكما أمر بحسن معاملة الأسرى. قضية الرحمة ترى هنا النقطة الثانية هي الأهم. طيب، بيّن حكم تغسيل الشهيد والصلاة عليه مع الدليل. طبعا قلنا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا تنزع ثيابه كمان. تماما، الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ما دليله؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. أشكركم شكرا جزيلا أعزائي الطلاب، وإلى اللقاء في درس مصور بإذن الله تعالى مع الأستاذ عماد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.